نسخة صك الملكية اللي تمكننا من استخراجها من الريجستر اوفيس او من الشهر العقاري البريطاني، حيث تسجل كل المنازل والعقارات في بريطانيا، ويلتون 28 ويلتون بليس او 28 ويلتون بليس. لكن الغريب هنا في صك الملكيه والصك ده تم بيعه، هنحاول نخلي الاستاذ سام بخيت يشرح لنا تفاصيل هذا الصك والرقم اللي مكتوب عليه، وهو رقم ضعيف جدا بالنسبه لهذه المنطقه. ايه ملاحظاتك على هذا الصك يا استاذ؟ اوكي، اولا البيت ده مسجل بشركه اوفشور كومباني، يعني من بنما. من بنما معنى كده ان ما حدش يعرف مين صاحب البيت ده. في دايركتورز بيبقوا للشركه ديت، ما حدش يعرف مين الاونر بالظبط. البيت ده اتباع من سنتين في 2009، ومكتوب المبلغ اللي هو اتباع بيه او مسجل بيه 1,003,000 باوند. 103,000 جنيه استرليني، وده بالزبط. رقم ضعيف جدا. ده بصراحه ما انا مش عارف ازاي افسره. مش عارف لان المنطقه دي منطقه فين بالظبط؟ دي منطقه تعتبر من احسن المناطق بالجريفي بالظبط. هناك بالنسبه لديت يعني بيوت جنبها وقدامها بيتباع افريج بتاع 8 مليون جنيه استرليني. احنا سالنا فعلا وقالوا لنا ان من 8.5 مليون جنيه استرليني هذه بالظبط. فديت مش عارف دي منطقه بجوار هاريتس مش كده؟ بالظبط بالظبط. فديت صعب ان انا افسرها خالص. مين المالك الاساسي؟ كان ديوك اوف ويست مينستر او ديوك، يعني هم اصلا العقار هناك الاونر اصلا كان الديوك، وبعدين ابتدوا يبيعوا اجزاء بيوت يجزؤوها يبيعوها لناس اخرى. بس حاليا كل اتنقلت الملكيه في 2009 بالظبط لشركه في بنما. في بنما بالظبط. شركه اوفشور. ليه الناس ممكن تسجل، ليه ممكن يسجلوا العقار باسامي شركات اوفشور؟ هو اوفشور كومباني طبعا ما حدش بيعرف مين الاونر. يعني مثلا ممكن توفري ضرائب بالطريقه ديت لما تسجلي اوفشور كومباني. ممكن ناس بتشتري، في ناس من العرب بتشتري اوفشور كومباني مش عايزين يعرف مين يملك كده. فديت اصلا ما حدش يعرف مين صاحبها بالظبط. هل ده بروسيجر متعارف عليه، يعني اجراء متعارف عليه ان البعض ممن يريد ان يخفي الملكيه الحقيقيه لهذا المنزل او لهذا العقار لاي عقار؟ دي شرط نمره واحد، وشرط اتنين ان هو بيوفر بعض الضرائب. بيوفر بعض الضرائب، يعني لو كان جاي له انكم من هذا البيت بالنسبه للاوفشور كومباني ما فيش عليها ضرائب. لكن لا يمكن ان تعرف من صاحب ملكيه هذا المنزل اذا سجلت باوفشور كومباني. بيبقى ناس